الآن وقت الأبطال بنتن في الراست باكيت، والتي تتحول إلى مقر بنتن حيث يتحول فيها إلى الشخصيات الفضائية العشر. وعندما يهاجمون يتحول بنتن إلى هيت بلاست، ودامن هيد يطلق قاذفة البلازما، وفور أرمز يستخدم المخلب للقبض على الأشرار، وآخر شرير في مصعد سجن الأشرار بنتن في الراست باكيت. حرب لا تنتهي.